وبالعودة للحديث حول بيان وموقف هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن العملية العسكرية للاحتلال على جنين، معنا من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين السيد معاذ البدري، مرحبا بك معنا. حياكم الله، مرحبا بكم. من جديد يشن الاحتلال عدوانه وعمليته العسكرية على جنين التي يستهدفها مرة بعد أخرى، وهي بالمناسبة هو مخيم صغير من حيث المساحة لكنه كبير بالمجاهدين والمقاتلين فيه. كيف تراقبون الأوضاع هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لكم ولمشاهدي قناة الرافدين الكرام ولأهلنا الكرام في جنين إجلالا نقف، ونوجه لهم تحية خالصة من هيئة علماء المسلمين في العراق وعموم إخوانهم من أبناء الشعب العراقي، ونسأل الله تعالى أن يربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم ويرد كيد عدوهم في نحره، إنه سميع مجيب. يا سيدي، تاريخ جنين في معادلة الصراع مع الاحتلال الصهيوني مزدحم جدا بالمواقف والمآثر التي أربكت حسابات الاحتلال وحكوماته على مدى عقود. نموذج المقاومة في جنين يتميز بالتفرد والجودة سواء في النار أو في الكم. لأجل هذا يحاول جيش الاحتلال بين حين وآخر أن يضرب هذه المدينة ومخيمها كنوع من رد الثأر، أو ما نقول نسميها محاولة لما يمكن أن يطلق عليه كرد اعتبار. نعم. على ما فقد هذا الجيش من هيبة في منظور مستوطني كيان الاحتلال أو داعميه من الشرق والغرب، بعدما لقنته جنين وشقيقاتها دروسا كثيرة على مر الزمن، ألجأته إلى الزوايا الضيقة وحشرته فيها، رغم أنه كان يتفاخر كذبا بأنه جيش لا يقهر. عمليات المقاومة وتحديدا في جنين تطورت في الآونة الأخيرة إلى عمليات نوعية غير محسوبة الحساب من جانب الاحتلال. نعم. لأنه أولا كان يظن نفسه مطمئنا بعد ممارسة سياسة التضييق على فصائل المقاومة وحواضنها في الأراضي الفلسطينية، لكنه أظهر بذلك جهله بحقيقة شعب فلسطين وعدم إدراكه ما فيه من همة وقوة وإرادة وسعي للحرية والخلاص. جيش الاحتلال ما زال لا يدرك من هو شعب فلسطين رغم مضي اكثر من 3/4 قرن على احتلاله. ولذلك يعني تجد بين حين واخر يحاول الاحتلال الصهيوني ان يثخن الجراح في جنين لسببين ربما اكثر. احدهما تصفيه الحسابات مع المقاومه التي تثبت في كل جوله انها ان جذوه جهاد اهلنا في فلسطين لن تخبو ابدا. نعم. والسبب الاخر والذي هو يبدو الاهم أن الاحتلال يسعى لفتح المجال لنفسه في تخفيف الضغط على مشروعه الرامي لتهويد المسجد الأقصى المبارك. نعم. وتقسيمه زمنيا ومكانيا. نعم. يعني عفوا، لأن جنين تحديدا تعد واحدة من أبرز خطوط الدفاع الأولى بلا لمدينة شك. القدس المحتلة والمسجد الأقصى. سيد معاذ، يعني بالنظر بالنظر إلى المواقف والبيانات التي رأيناها اليوم، يعد بيان الهيئة متقدما في الحقيقة دائما تجاه القضية الفلسطينية، ولا سيما تجاه الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال ضد جنين وضد غزة وضد أي مكان من والمسجد الأقصى طبعا والقدس. وهذا يتطلب السؤال عن أهمية وضرورة هذه المواقف، مواقف قطاعات الأمة كافة، خاصة مع غياب موقف رسمي عربي أو إسلامي وازن وثقيل العيار، بحيث يعني يكف يد الاحتلال عن هذه المخيمات وعن الشعب الفلسطيني. ما أهمية مرة أخرى هذه المواقف التي نتحدث عنها؟ نعم، يعني دعني أبدأ مما انتهيت به قبل قليل. قلت أن جنين هي تعد بمثابة أبرز خط الدفاع، أبرز خط دفاع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى. هذا يؤكد أن المسجد الأقصى المبارك هو مركز القضية الفلسطينية وعليه تدور كل أحداثها. لذلك هذه المواقف سواء من الهيئة أو من غيرها من مؤسسات العلماء هي يعني هي الجهد المقل في موضوع التعاطي مع المسجد الأقصى وقضية فلسطين بشكل عام. على مستوى الهيئة التي هي تمثل واجهة من للشعب العراقي، فإنها تعبر عن حقيقة الترابط والانسجام بين العراقيين والفلسطينيين على مر التاريخ. لنا مع جنين صلات أكثر من كونها مجرد صلات تاريخية. جهود العراقيين في جنين كثيرة وأكثر من أن تحصى،
ما تزال قبور شهداء العراقيين في جنين شاخصة هناك يذكروا أهل جنين مآثر العراقيين بكل خير. تجد هيئة علماء المسلمين نفسها ليست متفضلة، بل إنما هذا جزء من واجبها تجاه أهلنا في فلسطين أن تعبر عن موقفها الداعم لجهاد شعبنا ولطلبهم لنيل الحرية ولاسترداد حقوقهم والتصدي لعدوهم الغاشم الذي فاقت جرائمه كل التصورات. نعم سيد معاذ، دعوة الهيئة للأمة أن تقوم بواجباتها تجاه جنين وتجاه قضية الفلسطينية بصفة عامة، هل تتوقع أن تجد هذه الدعوة صدى عند الجهات والمنظمات المختلفة، ولا سيما كما قلت في السؤال السابق عند الأنظمة الرسمية، الحكومات والأنظمة العربية والإسلامية؟ نعم مع الأسف، يعني فيما يتعلق بالأنظمة الرسمية فهي نوعان، النوع الأول نوع المطبع وهذا يعني مرفوع العتب عنه كما يقولون، لأنه منحاز إلى معسكر الاحتلال، الحديث معه في 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 محاولة دعم أهلنا في فلسطين حديث لا قائلة منه إلا في سياق الضغط عليه للكف عن سياسة التطبيع والتخلي عن انحياز السافر للاحتلال. والنوع الآخر من الأنظمة هي أنظمة مع الأسف تحددها التوازنات في المنطقة ورغبات الدول العظمى التي تتحكم بها، فلا يتوقع الكثير منها إلا في إطار الشجب والإدانة والخطابات الدبلوماسية المقتادة في مع كل مرحلة من مراحل تطور الصراع مع الاحتلال. رأينا ذلك في العمليات العسكرية التي استهدفت غزة ومن قبلها ما حصل أيضا في جنين نفسها، لكن المعول عليه هو الشعوب وإرادة الشعوب العربية والمسلمة في أن تصنع تطورا صحيحا حقيقيا ينتج عنه حراك معتبر يضغط على هذه الأنظمة لكي تتخذ إجراءات أكثر قوة، أكثر طلابة، أكثر جدية في صد الاحتلال الصهيوني ورد عدوانه. مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين بالعراق السيد معاذ البدري، شكرا جزيلا لك.